السلام عليكم البنات امهات المتتبعات ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم جوج وصفات اللي كيجيو واعرين كيحمقوا، ولكن ماشي انا اللي غنصاوبهم لكم، غتصاوبهم لكم الصديقه ديالي دنيا البنات. الا عقلتوا الفيديو اللي كنت شاركت معكم فيه بيني مالح اللي ديناه معنا للخريجه، كانت جابت معها دنيا بانكيك وجابت البغرير، وبزاف البنات كتبوا لي بغاو الطريقه ديالهم، وصراحه انا حتى انا بغيت الطريقه ديالهم لانهم كيحمقوني عن الدنيا اكثر. يا البانكيك كيحمق خفيف، هانتوما غتشوفوا غنقسم معكم شي وحده كيجي واعر واعر وعندها الطريقه ديالها خاصه باش كتصاوبوا، وكيكون مطلوب عندها في لي كوموند بزاف تبارك الله. الحاجه اللي كتكون عليها الطلب بزاف عندها هما هاد البانكيك. اما البغريره البنات فكيجي كيحمق مثقب بحال الشهده وبلا سميده بلا فورس غير بالفينو بوحديتو، وبتقنيه سهله سهله ان شاء الله للمبتدئات غادي تعجبكم. كنتمنى ان شاء الله اقتراحات اليوم ينالوا اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيوه مع اللي بغيتوها دير البغرير والبانكيك، وخليوا لي شي تعليق زوينه باش تشجعوني البنات. شكرا لكم بزاف بزاف، وخليكم ما نطولش عليكم، غندوز نقسم معكم هكا يا واحد البانكيك تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، وخليكم مع الطريقه ديالهم ان شاء الله. ودابا البنات ضروري نقسم معكم شي وحده تشوفوا البانكيك كيفاش كيجي من الداخل. اجيو تشوفوا البنات، شوفوا بعدا تبارك الله ما شاء الله راه بحال الريشه، وشوفوا ليا من الداخل كيفاش كيجي، خطير خطير وخفيف. عرفتوا هذا الا جربتوه لوليداتكم غيوليو تسطاو عليه، ما غيبقاوش يبغيو لكم كاع السقاطه ديال الزنقه. شوفوا من الداخل، شوفوا من الداخل كيفاش مثقب، وماشي زعما البنات مدقص ولا ما طايبش ولا شي حاجه، راه رائع. ها انتم شوفوا كيفاش كيجي واعر واعر. ضروري خاصكم تجربوا هذه الوصفه ديال دنيا في البانكيك، خطيره جدا، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم ويعجبكم حتى البغرير. ها انتم شوفوا البغرير، شوف راه خفيف، ها انتم بحال الريشه بحال الريشه. صراحه ما سخيتش نخسر هذه البغريره، راه باينه تبارك الله كيفاش جات. كنتمنى ان شاء الله اقتراحات ديال اليوم نالوا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا البنات باللايك للفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء ومع العائله باش تعم الفائده، وتشجعوا المحتوى ديال القناه ديالي ان شاء الله باش نبقى مستمره معكم. شكرا بزاف بزاف. وهنايا البنات غنشارك معكم واحد المقيلات واعرين وصلوني من موقع وادوكس اللي خاصينها مقيلات. هاد المقيلات راه شي حاجه طوب، لا في الشكل ديالهم ولا في الجوده ديالهم ولا في كل شيء، كيحمقوا البنات. صنع تركي من موقع وادوكس، كيف العاده موقع وادوكس ديالي ما كيجيب لينا داك الشيء واعر. فيهم ثلاثه ديال المقيلات صغيره المتوسطه والكبيره بثلاثه ديال الاحجام مختلفين. ها انتم كيفاش كيجي واحد الشكل انيق، كيجيو فيهم ثلاثه ديال اللوينات الكحل الكري والبيج، واحد البيج خطير. دخلوا عندهم الواتساب غتلقاو في اول تعليق وفي صندوق الوصف يصيفطوا لكم كاع اللوينات اللي فيهم، الثمن ديالهم دايرين فيهم حتى من زوين بزاف. لومبالاج انتم شوفوا تبارك الله، ديما الحاجه كتوصلكم من موقع وادوكس بيان اونبالي، فين ما كنتي في المغرب كتوصلك حتى لباب الدار عاد باش خلصي البنات. بالنسبه للثمن ديالهم راهم جوده عاليه، جرانيت تقالين تقال ديال بصح كتحسوا راكم هازين مقله، والشكل ديالهم انيق البنات، جوده رائعه رائعه، كيستاهلوا الثمن ديالهم. دايرين 416 درهم بخوموسيو زوينه، وفين ما كنتي في المغرب كيوصلوك حتى لباب الدار عاد باش خلصيهم، والتوصيل جميع المدن ب 20 درهم، وصراحه رائعين. شوفوا البنات شوفوا من التحت كيفاش كيجيو، ومتان متان ديال بصح، وتقدروا تخصصوا مثلا وحيده بحال انا ديك الصغيره صافي خليتها غير البغرير، درت بها البغرير جا كيحمق. هذيك الصغيره خليوها غير البغرير، هذه تخليوها مثلا بانكيك ليك خيب اي حاجه، والكبيره تخليوها للتشحار ديال الحشوات ولا مهم، كل وحده تخصصوها لحاجه كيجيو رائعين. ثلاثه ديال القياسات مختلفين، الصغيره البنات فيها 20 سنتيم، المتوسطه 24 سنتيم، والكبيره فيها 28 سنتيم. الشكل ديالهم انيق، انا كان وصلوني في الكحل ودابا خديتهم في الكري، وفيهم حتى الباج واعر. المهم انتم ان شاء الله تشوفوا معايا الطياف فيهم كيفاش كيجي، صراحه واعرين. وغنبداو ان شاء الله البنات بالبانكيك هو الاول. غتشاركنا دنيا الطريقه ديالها ديال البانكيك، راه كيجي رائع، واكثر طلبا عندها في الطلبيات كيطلبوه ليها الناس بزاف. سبحان الله البانكيك ديالها بوحدو، انا راه واخا كنديرو كيجي البانكيك ديالك واعر تبارك الله. المهم ها هي غتشارك معنا الطريقه، قالت لي انت زعما هي تقول لي الطريقه ونشاركو معكم، قلت لها لا بغيناه من عندك انتيا، واخا كتحشم ما غتهضرش، المهم انا غادي نشرح ليكم شنو غدير. صافي دابا غديري البيض. بسم الله نبداو بالبيض. هنايا ثلاثه البيضات كيف ما شفتوا راه حجم كبير في البيض، البيضه الثانيه والثالثه.
قبيصه الملح. قبيصه ديال الملحه. وهنايا جوج ساشي ديال الفاني. قلتي لي اللي عنده الفاني السائله يديرها من الاحسن ياك. الاحسن كتكون مجهده. الا توفرت لكم الفاني السائله ديروها. شحال يديروا؟ معلقه صغيره تقريبا. معلقه كبيره انا كندير. معلقه كبيره من الفاني السائله. حيت البيض مسوفر راك عارفه ريحه البيض. هنايا نص كاس. هنايا ها القياس ديال السكر. نص كاس فايت شويه. فايت شويه. نص كاس فايت شويه ديال السكر سنيده. دابا غنخدمو بالباطو تيطلع. صافي هنايا البنات بعد ما طلع البيض كيضاعف الحجم ديالو وكيولي اللون ديالو ابيض، غادي نضيفو نص كاس ديال الزيت. راه نفس القياس اللي ديرو في السكر سنيده هو اللي ديرو في الزيت، نص كاس العنبه. والحليب شحال كتضيفي ديال الحليب؟ كاس. كاس كاس عامر. دابا فاش غنضيفو الحليب غنحيدو الباطو. صافي دابا نزيد كاس ديال الحليب. صافي غتخلط الحليب غير بالفوي كيف ما شفتو. نبقى نزيد الطحين تدريجيا. صافي هنايا البنات غنضيفو كاس ديال الدقيق ها هو معبور، وغنبقاو نضيفو الدقيق بالتدريج. صافي كيف ما شفتو البنات غربلت كاس كامل ديال الدقيق، غتخلط وغنعطيكم كميه مضبوطه ديال الدقيق. هو خصو يكون خليط ثقيل شويه ياك. ما بين وبين يجي الخليط ديرو بحال الكيك. وهذا الكاس الثاني البنات، من الاحسن تعبروا بالكاس ديال العنبه. دابا غيبان القياس اللي غادي يدخل لينا هذا هو كتدخل جوج جوج ونص جوج ونص ماكسيموم ثلاثه جوج ونص ثلاثه على حسب على حسب الطحين. كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. الخميره كتخليها هي اخر حاجه. هي اخر حاجه هي والخل. زيدي زيدي ليا نص كاس. وهنايا البنات نص كاس اللي ضفنا نص كاس غنضيفوه كامل. الخليط ديالو قالت لي دنيا خاصو يكون ثقيل شويه باش الا كان خفيف كيجي معجن من الداخل. مزيان ولا تزيدي الدقيق؟ مزيان. دابا غنزيدو غير الخليط. هانتوما راه باين الخليط ثقيل شويه. جوج خمارات. اخر حاجه غنديرو هي معلقه كبيره ديال الخليط. باش كديرها كم كتبطاش كيبقى خط واحد كيبقى خط واحد. صافي جوج ونص هاد القياس اللي درنا جوج كيسان ونص ديال الطحين. صافي دابا غديري معلقه كبيره ديال الخل. معلقه كبيره ديال الخل كتخليه يرتاح شويه. خمسة دقائق هانتوما البنات شتو كيفاش الخليط كيكون. دابا غندوزو باش نطيبو. كتخليو يرتاح واحد خمسة دقائق
والخليط راه ثقيل كيف ما شفتوا كيهبط خيط واحد. صافي دابا غندوزو نطيبوه ان شاء الله. وهنايا البنات غندوزو ان شاء الله باش نطيبوا البانكيك ديالنا. درنا المقيله، هذه المقيله البنات الكبيره، اكبر مقله طيب فيها ثلاثة ولا جوج، ديروا فيها غير جوج يمكن، حيت غنديرهم كبارين واحد شويه. ولا عندكم لا بغيتو زعما ديروا كبارين شويه، ديروا المقله الصغيره في هادو. الا عندكم زعما هاد المقالي ولا لا خديتوهم، راه غزالين في البغرير في البانكيك، خطيرين وتبارك الله متان وتقال. هانتوما غنطيبوا فيهم حنا جوجات، وتقدروا البنات ديروا الصغيره كاع وطيبوا فيها على القياس ديالها. هانتوما غنوريكم العافيه راه ناقصه باش يطيبوا من الداخل مزيان وما يتخطفوش. صافي هنايا غتخليهم حتى يشدوا راسهم ويتحمروا. صافي هنايا بعد ما كيتنفخوا كطلعوا عليهم كيبانوا لكم تحمروا وشدوا راسهم. صافي كتقلبوهم غير بشويه هكا حتى كتقلبوهم. شوفوا تبارك الله على تحميره جات فيهم ما شاء الله واعره بحال البانكيك ديال المحلات. وراه كيتنفخوا تبارك الله، نتوما شوفوا غير يدورو عليها هكا على الجنيبات مزيان، غير تهزو الجنيبات وتقلبو. صافي وكتقلبوه. شوفو تبارك الله ملي كتقلبوها راه ديك الساعة كتبدا طالعة كتنفخ. شوفو تبارك الله تيجيو محمرين ومنفوخين، تا التحمر ديال المقلة زوين زوين طالع لوين زوين. هانتوما راه كيتنافخو ها باش تشوفو. ولكن البانكيك الا مكانش المقلة زوينة راه كاع ما يصدق. هانتوما العافية كيفاش دايرة المقلة، كتلعب دور لا في البغرير ولا في البانكيك، كاع الحاجة اللي كطيب في المقلة خاصة بالخصوص بحال هادشي كيكون حساس الطياب ديالو. صافي كتبقاو تخليوه حتى كطيب. شوفي اللويان الذهب من جناب وكتقلبي. صافي شوف تبارك الله كيفاش ذهبات. وها هي الثانيه، شوفوا تبارك الله من الداخل كيفاش كتجي واعر واعر. هذا البانكيك كيجي رائع، تجي رائعه طايبه ومنفوخه. ودابا نقسم معكم تشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو بحال البونش خفاف. دابا نديرو وحده وحده باش يجي داير، باش ما يجيش معوج فهمتي. دابا هذه جايه ما جاتش دائريه، دابا نديرو غير وحده وحده. دير غير وحده وحده باش يجي الشكل ديالهم في الدائره مقاد. صافي صافي كتخليوها حتى كتشد راسها كيبانوا لكم الجناب بداو يتحمروا، وعاد كتقلبوها. هنايا البنات الا بغينا اللون ما يزيدش يغمق ولا يكون باهت، نديرو غير نهزو غير الموس نشوفو غير اللوين من هنايا ونخليوه يكمل الطياب غير شويه، ما نهزوش بزاف غير واحد الجنيب. دابا بان ليا باقي اللوين صفيف، راه نخليه يزيد شويه يتحمر عاد نقلبو. وهنايا تبان لك البويقات، يبداو يتبوق. غادي تبقى البانكيك يتبوق من الفوق. كيكون خفيف كدورو على الجناب ديالو كامل عاد كتقلبوه. ملي كيتقلب شوفوا تبارك الله شحال كيطلع، كيبقى طالع كيتنفخ صراحه كيجي رائع رائع. داكشي باش بغيت نشاركو معاكم. ومن يد الدنيا راه قالت لي نعطيك الوصفه وشاركيه معاهم، قلت ليها لا صراحه هما عجبهم البانكيك اللي جبتي انت اللي غتصاوبيه لينا ان شاء الله. شوفوا تبارك الله شحال كيتنفخ في المقله. شوف انتما راه يكون بان ليكم راه كيتنفخ وكيبان متقب من الجناب. العافيه تكون مهيله، العافيه تكون مهيله باش ما يتخطفش دغيا يتحمر ويبقى خضر، يبقى معجن من الداخل. ما يتخطفش ويبقى خضر. تبقاو تطلعوا عليها حتى كتحمر. ها نتوما شوفوا تبارك الله كتجي ما شاء الله رائع رائع ان شاء الله. جربوه ضروري، جربوا الوصفه ورجعوا كتبوا لينا. ودابا نقسم معكم شي وحيده ان شاء الله.
انتم تبارك الله البنات، راه ما شاء الله كلهم جاوا طياب واحد، وصراحه حتى المقالي كيلعبوا دور يا كدنيا. حتى المقله ما شاء الله عطاتهم واحد اللوين، واحد التحميره، واحد طياب واعر. شوفوا تبارك الله كيفاش كيتنفخوا. انتم راه ما سخيتش نصور لكم البانكيك كامل، ملي ما كنشوف دنيا قلبت شي وحده كنبغي نصورها. شوفوا تبارك الله شحال تنفخ، انتم ما شاء الله تيجي غزال. وخص المقله تكون رطبه بحال هذه، رطبه وغزاله. المقله راه قلت لهم المقله كتلعب دور، حتى المغريره البنات ولا الكريب ولا داكشي كاع السائل اللي كيطيب في المقله، المقله كتساعدوا انه يجي زوين. صافي شوفوا تبارك الله، شوفوا على التحمار كيفاش جا فيه، جا غزال تبارك الله ما شاء الله. صافي حتى نكملوا هاد الكميه اللي عندنا كامله ونرجع معكم بعدا غنوريكم البنات. ضروري ملي تحيدوهم من المقله ديروهم في شي منديل وتغطيوهم باش يوليو رطبين، يرجع عليهم الصح يبقاو رطبين. حتى الا بقاو لك النهار كامل كيبقاو في شي نوطو ما كيقصاحوش. صافي انتم البنات غنكملوا هاد الكميه اللي عندنا كامله ونرجع معكم ان شاء الله. هنايا البنات باش نزربوا درنا جوج مقالي باش هكا دغيا نزربوا عليهم، لان بغينا نطيبوا كل غير وحيده في المقله باش يجي داك الشكل دائري، ودرناهم كبار واحد الشويه. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله التحميره اللي جات فيهم واعره واعره، وكيتنفخوا هانتوما شوفوا كيتنفخوا واخا ما يبانوش ليكم. وهذه راه يلاه درناها حتى تشد حتى هي راسها، عاد غنقلبوها وغنقلبوا هذه اللي في المقيله الصغيره. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش جا هذا البانكيك، جا غزال. ها هي الاخرى باقا كطيب، صراحه الطياب ديالهم غزال غزال ما شاء الله. شوفوا صافي هكا دغيا درنا جوج مقالي، دغيا بقات هكا وقيله غير شي جوج وحيدات اللي بقاو، وراه تبارك الله عطى كميه كثيره. هاي هاد الثلاثه البيضات عطاو، وعاد راه كبارين شويه. نتوما صافي تبارك صافي غنكملوا الطياب ديالهم. وهنايا البنات غندوزوا ان شاء الله للطريقه ديال البغرير اللي كيجي رائع البنات. الناس اللي شافوا الفيديو ديال الخريجه اللي درت انا ودنيا رجعوا شوفوا داك البغرير وداك البانكيك راه خطير تبارك الله ما شاء الله. دابا غتشارككم الطريقه ديالو، هي راه كديرو غير بالفينو غير بالقمح سبيسيال بوحدو، وانتم ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديالها. عندنا كاس ديال الفينو هانا، هنايا البنات راه عبرت جوج كيسان الفينو، عندنا جوج وهذا هو الثالث، هو داك هو الثالث يعني ثلاثه الكيسان، ثلاثه الكيسان ديال الفينو، ثلاثه الكيسان ديال الفينو ديال العنبه. كندير نص معلقه كبيره ديال السكر سنيده، هنا درنا نص معلقه ديال السكر، دابا ندير نص معلقه ديال الخميره. خميره وحده كديريها دابا؟ كنديرها دابا عاد نزيد الماء، حيت كاين اللي كيخليها حتى الاخر كلها والطريقه ديالها. انا حتى الاخر كنخلي غير الملحه، حيت الملحه الا خلطتيها مع الخميره ما كتفاعلش، كتقتل الجهه ديالها، الجهه ديال السميده ما كتفاعلش. دابا غادي نعبر معكم غير الماء. مهم الكاسه البنات اللي عبرتوا به الفينو هو اللي غيتعبر به الماء باش تعرفوا القياس. ها هو الكاس الثاني وهذا الثالث، ثلاثه الكيسان اللي دارت ديال الفينو كيف ما شفتوا، ثلاثه كيسان العرق باش غادي نخلط غيبان ليا على ثلاثة كيسان ونص. ثلاثة كيسان ونص فاش غادي نخلط غيبان ليا وغنزيد الماء. والسر عندها ديال البغرير كتخلطو بالميكسور ماشي ب المهم ما كتخلطوش بمولينيكس، بهذا الميكسور هذا البنات هو اللي كتخلط به البغرير. نزيد هاد داك الشويه ديال القريه غنزيد بحال ثلاثه الكيسان و
وكاس قل ربع. لا بحال قلتي ربعة الكيسان قل ربع. ربعة الكيسان يعني ثلاثة والرابع قل ربع. قل ربع وحنا كنطحنوا وحنا كنشوفوا فهمتي. صافي الملحه البنات اخر حاجه هي الملحه راس ديال عند المعلقه صغيره حسب الذوق هكا تقريبا اربعة المعالق صغيره. وهنايا فاش غادي نطحنوا خصنا يتيبان لنا الخليط دار البويقات من الفوق فهمتي شاد بويقات هادو فاش يتطحنوا يبان لنا دار هكا مبوق عاد غادي نحبس. في هنايا البنات بعد ما طحناتو دنيا كيف ما تشوفوا شوفوا تبارك الله البواقات اللي فيه هذا هو السر صافي هنايا غادي تغطيه وغادي تخليه يرتاح شحال تقريبا يرتاح انت 11 دقيقه ونرجعوا ليه وغنغطيه تقريبا 11 دقائق ونرجعوا ليه. هنايا البنات البغرير راه خليناه يرتاح وخمر وبحال كيتقال شويه الا بقيتو تقال عاودو طحنوه الا لقيتوه تقال عاودو طحنوه شويه نعاود نطحنوه عاد نطيبو. هنايا البنات بعد ما طحناه لقيناه تقال شويه راكم عارف بزاف وزاد تقال الفينو راه كي والسميده كيشرب الماء زادت نص كاس نص كاس اللي زادت ديال الماء. هيا البنات غندوزو ان شاء الله باش نطيبو معكم البغرير. ها هو الخليط بعد ما عاودت طحناتو دنيا كيف ما شتو زادت لي نص كاس ديال الماء حيت ملي خمر تقال شويه لا شتوه تقال خففوه شويه بالماء وعاودوا طحنوه وكيرتاح تقريبا واحد 10 دقائق صافي وغندوزو نطيبو. هنايا البنات درنا المقله الصغيره اصغر مقله اللي كاينه فيهم هي اللي درنا اللي فيها 20 سنتيم باش هكا تجي ديك البغريره القياس ديال الدوره ديال المقله نيشان صافي والعافيه. البغرير كيبغي العافيه شويه مجهده باش دغيا يتقب ويتحمر ما كيبغيش العافيه تكون مهيله وصافي وغتخليوه هكا يا نتوما تشوفوا تبارك الله البغرير راه كيجي متقب وناجح وكيف ما قلت لكم راه حتى المقله كتلعب دور وما شاء الله ما شاء الله هاد المقالي راه غزالين تبارك الله. ها نتوما بعد ما طابت صافي غنحيدوها راه تبارك الله كطيب مزيان حتى من التحت كتحمر صافي كدوروا على الجناب ها نتوما شوفوا تبارك الله كتعطي هاد المقله واحد التحميره زوينه للحاجه صافي وغنحيدوها نعاود معكم شي وحيده اخرى. ها نتوما شوفوا تبارك الله كيفاش جا البغرير وخفيف ومتقب صافي وغنديروا البغريره الثانيه ها نتوما تتهزوا بالمغيرفه وكتقادوا هكايا على الدوره ديال المقله صافي تبارك الله كتشوفوا كيبدا يتقب غير بوحديتو وهاد البغرير ديال الفينو كيجي خفيف ماشي بحال السميده السميده بحال كي حتى السميده صراحه كيجي زوين غير هو ديال الفينو كيجي خفيف عليه وصافي وانتوما تتشوفوا تبارك الله كامله كتقب البغريره صافي. انا باش ما نطولش عليكم غنشارك معكم غير هاد البغريره وحتى غنكملوا الطياب ديالو كامل وغنرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال البانكيك وحتى ديال البغرير. ها نتوما شوفوا تبارك الله كامله كتقب صافي كتجي حتى تحمر من التحت كتجي محمره مزيان ندور غير من الشمال صافي وغنكملوا الطياب ديال البغرير ونرجعوا معكم ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي ديال البانكيك والبغرير ديالنا جا رائع صراحه والله العظيم كيحمق وحتى المقيلات غزالين كيحمقوا. غتلقاو المعلومات ديالهم الواتساب كل شيء في اول تعليق البنات وفي صندوق الوصف ومن الاحسن البنات صيفطوا لهم غير ميساج وتسناوهم حتى يجاوبوكم راه ما كيستقبلوش مكالمات الواتساب بالخصوص دابا بالتخفيضات ديال عيد الاضحى كي عليهم الضغط كبير كبير بزاف ولا بغيتوا كاع يعني تتصلوا بهم تتصلوا مكالمه عاديه راه غادي يجاوبوكم ان شاء الله. ودابا البنات ضروري نقسم معكم شي وحده شوفوا البانكيك كيفاش كيجي من الداخل اجيو تشوفوا البنات شوفوا بعدا تبارك الله ما شاء الله راه بحال الريشه وشوفوا ليا من الداخل كيفاش كيجي خطير خطير وخفيف عرفتوا هذا الا جربتوه لوليداتكم غيوليو يتسطاو عليه ما غيبقاوش يبغيو لكم كاع السقاطه ديال الزنقه شوفوا من الداخل شوفوا من الداخل كيفاش متقب وماشي زعما البنات مدقص ولا ما طايبش ولا شي حاجه ولا ما طايبش ولا شي حاجه راه رائع. ها انتم شوفوا 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 كيفاش كيجي
واعر واعر ضروري خاصكم تجربوا هذه الوصفه ديال دنيا في البانكيك، خطيره جدا. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم ويعجبكم حتى البغرير. ها نتوما شوفوا البغرير، شوف شوف راه خفيف، ها نتوما بحال الريشه بحال الريشه. صراحه ما سخيتش نخسر هذه البغريره، راه باينه تبارك الله كيفاش جات. كنتمنى ان شاء الله اقتراحات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا البنات باللايك للفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء ومع العائله باش تعم الفائده وتشجعوا المحتوى ديال القناه ديالي ان شاء الله باش نبقى مستمره معكم. شكرا بزاف بزاف ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو فيديوهات جايه ان شاء الله.